السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. جملة مراجعة الجملة الفعلية والجملة الاسمية للسنة الثانية ابتدائي. السؤال الأول: تضحك الشمس، هل هي جملة فعلية أم جملة اسمية؟ المعلمة تشرح الدرس، جملة فعلية أم جملة اسمية؟ تستيقظ البنت باكرا، عند تحويل هذه الجملة من فعلية إلى اسمية تصبح، هل تصبح تستيقظ مبكرا البنت، أم البنت مبكرا تستيقظ، أم البنت تستيقظ مبكرا؟ عند كتابة جملة فعلية تكون الجملة انطلاقا من الصورة، نحاول نكتب جملة فعلية: يلعب الولد بالكرة، أم أقول الولد يلعب بالكرة، أم أقول الولد بالكرة يلعب. إذن جملة، أريد أن أكون جملة فعلية، نختار من هذه الجمل الجملة الفعلية. عند كتابة جملة إسلامية تكون الجملة أمامي هذا المشهد وأريد أن أعبر عنه باستعمال جملة إسمية: ترسم البنت لوحة، البنت ترسم لوحة، ترسم لوحة البنت. إذا أتس بالتسجيل اسمك واختيار ولايتك وإرسالها، وستجد الرابط بإذن الرابط أسفل الفيديو. بالتوفيق للجميع، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.